اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم بروفكتي ايقونه الاغنيه المغربيه والفنانه المتالقه والتي تخطو بنجاح نحو العالميه، الفنانه اسماء النور. مرحبا بك اسماء. بارك الله فيك وكيخلاوها جود تو سي يو. ديك وحشه. الله يكبر بك لاله اسماء. اسماء تبارك الله يديرها الحب ياك. يديرها ويفوت لديك الجي. اسماء، عرفت ان الاغنيه خدمتي عليها في الكونفينمون، عطيتيها وقتها، دولي شويه على التحضيرات هذه الاغنيه اللي تبارك الله اليوم كتحصد ملايين المشاهدات. الحمد لله. هي الاغنيه جات صراحه من بعد عنده الزين، يعني هذا الموضوع سادات دو بلوس دو 4 ans. الاغنيه والفكره ديالها والتنفيذ ديالها من الوقت ديال الكونفينمون حتى الفاش نزلات، والحمد لله ربي وفقنا فيها في الاوديو والفيديو، والناس تفاعلوا معها بواحد الشكل كبير، وكتحس ان الناس محتاجه الجرعه من الفرحه ومن الحب. فانا كنهديها لاي حد كيسمعها، كنهديها لي من قلبي. لا اسمع، درتي استراتيجيه زوينه. ديما كنشوفوا ديك لاتويش ماروكان، كنشوفوا الكلمات من التراث المغربي. واش هذه استراتيجيه غادي عليها اسماء؟ صراحه هو وعد خديته على راسي انا ومجموعه من التيم اللي كنشتغل معاهم، اللي احنا يعني في دال بعضياتنا، مهدي مزين، محمد المغربي، مدارة، طريق الحجيلي. كنشتغلوا على اغنيه جديده، ولكن كنحاولوا ندير واحد الاطلاله بحال واحد لابيرسو للتراث المغربي. فان شاء الله باقي مجموعه من الانماط الموسيقيه. باقي نشوفوا. لا ضروري ان شاء الله، يا ربي قدرني ان كل مره ندير اطلال على كل ما هو مغربي، لانه يستحق وغني جدا ومثري لي انا في كارير ديالي. ووعد ان شاء الله انني ندير الدور ديالي تجاه الموسيقى المغربيه. لا اسمع، رمضان على الابواب، شنو تقولي للمغاربه كيفاش كتعيشي هذه المناسبه الكريمه؟ عواشركم مبروكه اولا، وان شاء الله يدخل علينا هذا الشهر بالصحة والخير والأمن والأمان، ويحفظ لنا بلادنا، يحفظ لنا ملكنا، ويحفظ الشعب المغربي. وكنهنيهم بمناسبة شهر رمضان. رمضان سبيسيال عندك. رمضان هو دارنا. هو الدار والكوزينة. صحيح. داري، الوالدة، خوتي، ولدي، زعما رمضان خصو العائلة بصراحة وخصو المغرب. تبارك الله عليك لاله، ما سخيتش محاورتك، فرحانة أني نكون معك. وكلمة أخيرة للجمهور ديال شوف تيفي. كنحييكم وكنهديكم جميع الأعمال الفنية ديالي، وكنتمنى لكم شهر رمضان مبارك ان شاء الله، وسعيده بشوفه ديالك. الله يكبر بك الحياة. مشاهدينا الكرام، حتى هنايا ما بقى لي غير نقول لكم الحوار ديالنا وصلنا النهايه ديالو. كندير لكم عاد جديد بحوار اخر، تبقاو على خير.